السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة هيرثستون. اليوم عم نكمل بالادفنشر تبعنا بعد ما خلصنا الوينج المرة الماضية. فتحوا لنا اثنين كلاس تشالنج. هالمرة عنا البريست كلاس تشالنج، تعالوا نشوفها. والتانية ما انتبهت تماما، هلا بنشوفها شوي شو هي. اذا كانت مثل ما بقلكم، اذا كانت التشالنج سهلة وخلصت بسرعة بنعمل اثنين تشالنج بحلقة واحدة، اذا كانت شوي طويلة صعبة بنعملها اثنين بحلقتين. اذا شادو وورد ديس تمبل، هذا تذكروا هذا بس. كل الكروت حقهم واحد واحد واحد. طبعا هذا نزلناه بنخسر الثلاثة هيلث زيادة، عشان هيك اكيد بننزل هاد احسن. هاد حلاوته كل ما الخصم يعمل سبيل، هاد سبيل ايوه بيطلع لنا جندي هدية. بس راح خلاص مات، ما علينا. فينا نعمل حركة حلوة انه نرجع نعيش، يعني نرجع واحد مات بشكل عشوائي، بس بما انه الجيم باوله الوحيد اللي مات هو هاد، بقى هو هاد اللي رجع للعبة مرة تانية. فاير بول بتوقع على هاد صح؟ اوه ماليغوس. ما حنزل ماليغوس غير لشوف معي سبيل او شي شغلة. لأن هو بيعطي بس خمسة سبيل دامج. بقى خلينا نستنى يجينا شي سبيل لنلعبه. عم ضرب لي الهيرو تبعي لانه ما بيقدر يقتل اي شيء مع الارض بالوقت الحالي، وضعه صعب اتوقع. وهلا بنزل ماليغوس. وطاطو عم تنزل، بنزول بنزول. فليم سترايك ما بتكفي انه تقتلهم، بس مع السلاح اذا عمل وايلد ويند حيقتل كرت. وبهيرو تبعه قتل كرت ثاني. اذا انفضى شوي من الارض، اعطينا شي سبيل. ما في سبيل، في مايكسنا. طبعا هذا بيعمل دمج لكل مينيون قد ما عندهم اتاك. اذا لمين الفاير بول؟ للنصاني. دكتور بوم اجا بوقته. واتوقع ان الدور الجاي حيقضي فيه عليه. نعم بهذا الدور بينتهي لعبة هذا اللاعب او هذا الوحش. وجيجي. اذا المباراة ما كانت صعبة كتير، بس كمان يعني لعبناها بطريقة كانت مقبولة نوعا ما، واخذنا فوز. وبيعطونا جائزة الكلاس تشالنج، كرت للبريست حصري. هو هذا الدراغون اللي حقه واحد، طاقته واحد ضربه اثنين، ولكن اذا كان معك دراغون بصير طاقته ثلاثة. اذا كتير منيح اذا كنت حامل دراغونات، لانه بواحد مانا تنزل كرت ثلاثة اثنين، شي ظريف شي قوي. اذا هيك بنكون ربحنا البريست تشالنج، ودغري حنفوت على الدرويد تشالنج. بما انه ربحنا البريست تشالنج بسرعة لنشوف شو صعوبة الدرويد، هل هي نفس الصعوبة اسهل او اصعب، لانه هذا البوس هو اقوى واحد بالجناح كان او بالوينج. ما بعرف شو الوضع، بس بنفس الوقت كمان ممكن الجائزة تبعه تكون احلى او شيء ما بعرف. اذا سافيج رور ما بتفيدنا، والفولكانيك ما بتفيدنا. هغير كل شيء، كله ما منيح، كله سيء جدا كبداية. ان شاء الله يطلع لنا شيء احسن شوي. رجع طلع لنا مرة ثانية الديفندر اوف ارجوس، بس طلع لنا هاد اللي فينا نعمل له تشوز، نختار يكون تانك عالي ولا دمج عالي. حاختار انه يكون تانك عالي 2-5 بدون تونت يعني طبعا، بس انه بيستحمل عشان ما تصعب علينا المهمة. حاقتل هاد بهاد، وبالهيرو باور حاقتل بالارض. بهالطريقة بنكون على اللعبة المضمون بلا ما يصير على الارض في كتير شغلات وما نقدر نستحملهم، لانه ما بعرف الخلطة اللي معي شو عاطيني اياها بهذا التحدي. اذا عملت ثلاث وحدات
وبالتالي انا حقتل واحد منهم وبالكرت هات حضرب الهيرو تبعه. هيكون شوي عملت شيء وسطي. اولد هورد كمان عم يعمل كروت صغيره اكثر واكثر واكثر واكثر. جانا انرفيت 8 ما حيكفي. حنحط تونت لهاد ونكمل. هلا هو مجبور انه يقتله، ليقتله بده يستعمل كل وراء الارض. ليك الارض شو كبيرة. طبعا بالحلقة اللي قتلنا فيها البوس شرحنا ميزاته، للي ما بيعرفها بيقدر يرجع لهذيك الحلقة. تفضل الارض فضاي حلوة. كمان مرة اجاني من هذا الاختراع الظريف. فضي الارض للاخير هالمرة. بس خلي واحد. وما زال عم بيطلع شغلات. ومعه دراجون بايده مشان هيك هالكرت قوي. بدنا السوايب اتوقع، بس ما في، ما بعرف اذا في سوايب ولا لا. هذا بيقل سعره هو وهاد كل ما يموت حدا بالارض. اذا ماتوا كلهم هدول نقول 1 2 3 4 لا ما بيموت. 1 2 3 بصير حقه 3، او هاد بصير حقه 6. ممكن أربعة ثمانية. انرفيت حلوة اتوقع. اتوقع حلوة. صار عنا 7 و8 تونت. فيني بادل هدول بهاد، بضل هاد عايش. بس هل هذا الشيء اللي بدي اياه انا؟ ما بعتقد، ما بعتقد ابدا ابدا ابدا. الشيء اللي بدي اياه اني فوت عليه شوية دمج، عشان اذا كان عنده شيء مفاجآت ما اكون بعيد كثير. اذا ريفنج. هلا هذا الدراغون الجاي تبعه خاص. ايوه ببلاش. عندي 8 دمج مبدئيا حلوين. والله مفكر نزل واحد من هدول بما انه بيلقى هيك. ان شاء الله ما يكون عنده ريفينج تانية. مثلا ازر دريك عم يبحث عن الكرت جماعي، ما عنده بلاك وينج. اذا خلص مات 15 15. عنده ريفينج. لا ما بيموت، ما بيموت الا اذا جانا السافج. شو هاد؟ choose one summon 5 wisps او عطي كرت 5 بـ5. 5 ويبس اكيد لا، بس 5 بـ5. تعال نشوف 7 و2 9 و5. يعني تعال نقول بدنا نعطي كارت 5 بـ5. اثنين و 12 وهيرو باور وخالص. يا سلام على القد. اذا على القد قدرنا نخلص الكلاس تشالنج تبع الدرويد، اللي هي مثل ما شفتوا فيها شوية حركات.
وبدها شوية حسابات بسيطة، وبيعطونا هذا الكرت اللي خلونا نتعود عليه شوي، اللي هو بيعمل تونت وحقه 9 ضربه 7 طاقته 8، ولكن كل ما مات كرت بالأرض بهذا الدور قبل ما تلعب هذا الكرت يعني مباشرة بيرخص حقه. فإذا الأرض كان فيها كتير شغلات عملت دمج جماعي روحت شي 5 مينيون بصير حقه مثلا 4 وهكذا. إذا كرت منيح كرت حلو، بهالطريقة نكون خلصنا الكلاس تشالنجز المفتوحين لغاية الآن. وهدفنا التالي هو إنه نفتح وينج جديد أو جناح جديد نشتريه سوا. مثل ما شايفين معي جولد منيح بكفي، هو حق الوينج أو فتح الوينج هو 700 جولد أو 6 يورو مثلا أو بالدولار أو حسب الأكاونت تبعك. إحنا على يوروب عم نلعب، بس أنا عندي جولد بكفي لفتح الوينجات هدول وزيادة. بقى ان شاء الله الحلقه القادمه بنحاول نكمل بفتح الوينجات والتافرن برول. كل فتره بصير نعمل لها حلقه اذا لقيت انا شيء مناسب بعملها. هي تسليه، مشكلتها انه الحلقه بتنزل يعني بتسلى فيها، ولكن بعد اسبوع او بعد اقل ممكن 3 4 ايام يروح النمط وما يرجع. بقى هي هي القصه. ما تنسوا تلحقونا على روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس انستغرام وتويتش تي في. ما تنسوا تعملوا لايك مفضل شير لهالمقاطع هاي مشان تنتشر اللعبه اكثر واكثر. وهذا كان كل شيء. اذا عندكم اسئله حول هيرثستون ما تنسوا تشوفوا شروحات اللعبه والسلسله تبعنا هاي من اولها، لانه كلها مفيده. ما في شيء اسمه مثلا اخر السلسله مفيد اولها مفيد، كلها مفيد. بس مثلا حلقه ما بتعجبك ممكن تشوف اولها تعرف شو هي بتقلب على اللي بعدها وهكذا اذا كنت حابب. كان معكم عمر اول جنجلوان، نشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.